في نفس الوقت التقرير الذي قدمه سيد رئيس مجلس على الحسابات بالنسبة إلينا في الحكومة كما قلت بناء على كلمة السيد رئيس الحكومة في افتتاح المجلس اليوم كان هنالك استخلاص للدروس وللعبر. لهذا السيد رئيس الحكومة عندما قال في كلمته أن الإنجاز له شروط وأن هذه الشروط تقتضي البرمجة الدقيقة والجدولة الزمنية الواضحة وتحديد للمسؤوليات وضبط للموارد المالية وآليات للحكمة للتتبع واحترام التنفيذ، فلم يكن ينطلق في ذلك من فراغ، بل انطلق من إعمال ما نتج عن تقرير رئيس مجلس على الحسابات وما صدر في بلاغ الديوان الملكي السامي. ونحن بالنسبة إلينا رفع وتيرة العمل وإعمال قواعد الحكمة الجيدة والاستفادة من الدروس، هذا أساس للنجاح المستقبلي.